السؤال: هل يجب على المرأة أن تلبس الشراريب أو الجوارب؟ الجواب: الواجب على المرأة أن تستر قدميها أمام الرجال الأجانب، فإذا سترت قدميها بأي طريقة كانت فهذا الفرض الذي عليها، سواء كان ذلك بإطالة اللباس أم بلبس الجورب أو الشراب، فهذا كله يعتبر من الطرق التي تستر القدمين، ولا يجب عليها شيء من ذلك بعينه، وإنما الذي يجب الستر والله تعالى أعلم. الأخ يسأل يقول: